مرحبا. كل ما يطلع صباح جديد ع غزة القلب، وكل ما يمرق نهار ع أهل الاطمئنان، مين اللي بقي ومين اللي راح. بالاسم ما منعرفهم، ومن وجوههم المشوهة مش كشفينهم. وشو بشع يصير الإنسان رقم، والأبشع إنه حتى الرقم يصير وجهة نظر عند ناس وجودهم بحد ذاته عبء على الفكر والإنسانية. بستغرب كيف وبعد 27 يوم في ناس عايشة بالنكران، وناس مسجونة بماضي الحرب، وناس ناطرة سقوط مقاومة غزة، وناس بلا خجل بتعطي إسرائيل الحق وبتبرر لها، وناس بتحطت بمحاور، وناس بترقص على أشلاء الأطفال، وناس على الحياد، وهول الناس ما أبشعن، وناس ما نطقوا بولا كلمة حق، وناس إذا حكيوا بيكون رفع عتب. كل هول نماذج من بلادي بتوازيهم مواقف عربية تافهة أعظمها سحب سفير، وما بعدها استنكارات مغذية وشجب بأشد العبارات، وكأنه العبارة شفيت جروح أطفال غزة وغليل نساء الثكلة. هول عرب الخذلان مش من اليوم، من نكبة 48 للنكسة وصولا للطوفان. وما تسامحون يا أهل فلسطين، هنن والمعتدي وجهين لعملة الظلم، وما أبشع الظلم لما يجي من أهل البيت. ولأهل الظلم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصر. وفهمكن كفاية. صباح الخير لحوار اليوم، وضيفتي بهذه الحلقة الصحفية الزميلة غادي فرانسيس. صباح الخير. صباح النور. يعني هيدا واقعنا اليوم، واقع الألم. عم بسمع مقدمتك وعم قول قديش عملنا خدمة لعدو الماكر والمعتدي، انه خلى هذا المحاور نفسه جورج عقل اللي بمعظم الحوارات بيكون عم بيقول لي لو واللي ماذا، هو لحاله يصير بهذا الموقف. في جانب رغم كل الألم والوجع والظلم وجرائم الحرب المتراكمة بشكل لحظي بفلسطين، في شيء منيح انه انت هيك عم تقول، انه الناس عم توعى. احيانا مش مجي عم قضيك كجورج، بس احيانا كتير اخذنا كتير وقت والصراخ وعياط مع شعبنا لنقول له فلسطين فلسطين فلسطين. كان اسمها leading democracy of the middle east، يقولك الديمقراطيه الاسرائيليه. كان وصلت العالم لهيدا المحل من التضليل، واليوم عم بتعيد هيدي الغده السرطانيه المزروعه بارض فلسطين. الاحتلال عم بتعيد تذكير كل جيلنا وكل مروحتنا الاجتماعية، كل الناس من جورج عقل لغدي وصولا للجيل الجديد عم ترجع تذكرنا هي مين ونحن شو قضيتنا بالحياة. قد أخطأنا بحق فلسطين بمرحلة؟ أنا برأيي ما فينا كل الوقت نقعد نقاضي حالنا. مش نقاضي حالنا، مين الناس؟ نسأل حالنا قد أخطأنا بحق فلسطين، نحن كعرب بحق فلسطين. هلا بل نحن تبعنا بتختلف، وكلبنانيين. الكل اخطا بحق فلسطين، والكل اخطا بحق بلاده بشكل عام، لانه هو شو صار؟ حلو نحن نعرف شو صار لنفهم كيف بدنا نحله، منا انهزاميين، بدنا نشيلهم. بدنا نشيلهم للي بيقتلونا وجايين من اسقاع العالم يقتلونا، كيف منشيلهم؟ نعرف هن مين. لما اجوا بلشت حركه الاستيطان وبلشت العصابات الصهيونيه الهجانه تقتل الناس وتعمل تطهير عرقي واباده جماعيه مثل ما عم تعمل اليوم. قبلها سبق وقت من الاستيلاء على الأراضي ومن تعويم رأي عام إنه الدولة يهودية وحدها دولة مسيحية. هذا الشيء خلى بعض الناس القياديين والرياديين بلبنان يتنطقوا ويتفتقوا ويضلعوا هن بالمشروع الصهيوني بالمنطقة من 1918، وهذا الشيء اللي بيظهر تماما بكتاب كتير هام وخاصة اليوم اسمه المتاهة اللبنانية، معرب وعرب، وهو بيقول بيشرح شو العلاقات الصهيونية اللبنانية وغيرها. وبالتالي ما بدي قاعد اجرد شو غلطوا العالم بحق فلسطين، لانه هي هيدي الصراع بمنطقتنا. اليوم شو عم نغلط؟ لانه اليوم كانه اوكي في وعي انوجد، عم بيتطور هذا الوعي، بس بتلاقي نحن او معظم الناس بغفلة عن يلي عم بيصير. يعني فقط التضامن الانساني، هيدا هو الشيء اللي بنشوفه. مش معظم الناس بغفلة عن اللي عم بيصير. مزبوط انه انت وقاعد هون بلبنان باستوديو الاو تي في، محل اللي نحن ببيئتك المباشرة، يمكن بتحس هول الكارثة ليس كما يجب، لكن نحن بنفس الوقت نحن كلبنانيين من هذه الأرض المقدسة الطاهرة قدمنا 40 شهيد وأكثر،
ونحن عاملين معادلة ردع ورعب تستحق كل أنواع التحايا والتمجيد. نحن اليوم الشيء الوحيد الذي يحول دون أن يكون أطفالي وأطفالك مثل أطفال غزة، هم يروننا بعين واحدة. جورج، لا تفكر أنه مسيحي ومسلم، ضربوا الكنيسة. أنا مش مفكر، لا تفكر، قصدي يروننا بعين واحدة. والرادع الوحيد للفوسفور الحارق عن أطفالنا في كل لبنان هو زند المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين. فنحن منا برا، نحن عنا ناس بلبنان من قبل ما تروح فلسطين هن هيدا تخندقون، لكن اليوم هون الناس محاصرين أكثر وأكثر، لأنه حتى الرأي العام العالمي اللي كان عنده نوع من مظلومية يهودية بعد المحرقة وعم بيدور لهم على وطن بديل لهاللاجئين، صار ينتبه أنه نفس المحرقة هن بيعملوها، وأنه هذا لا يبرر ذاك، وأنه حتى كمان اليهود المفكرين والفلاسفة والصحفيين من جيدون ليفي تبع هارتس وصولا لغابور ماتي، وانا عم اقول هالاسماء نصيحه لكل مثقفينا وشبابنا يطلعوا ويتابعوا على الافكار اللي عم يعملوها هول العالم، اللي هن بيكون صهيوني سابق وبيطلع وبيحكي او بيكون مفكر او فيلسوف يهودي او حتى ناجي من المحرقه نفسها. فاليوم ما بقى مثل قبل، وما بقى بدنا نحكي نحن شو عم نعمل لفلسطين، بس بنفس الوقت المعيار القيمي جورج، انا هلا اليوم انا جاي لعندك غفلت عن اني سخن المي انا قبل ما بدي اعمل الشاور، تخيل. ففتت لاتحمل، طلعت المي كثير مسقعه، فجيت ما بدي اتحملها، بعدين قلت انه عيب، انه شو هالرفاه انه انا بدي مي سخنه، يعني ما بعيد 100 كيلومتر في حدا ما عنده مي يشرب. اذا بدي افكر انه حتى المي السخنه غلط، اذا بدي افكر اوقات بيقول الواحد انا بدي مثلا هون عنا نحن ما بدنا نوزع شهادات، انه بدي اروح غير جو، اشرب كاس، انزل اتعشى اتغدى، بتروح بس يمكن بهالساعه اللي بتغفل فيها عن متابعه الخبر صار جريمه مثل تبعيد مخيم جبل يوم حدا قال عنها. هي المشكله مش عم نقدر نغفل عن متابعه الخبر، يعني حتى بيومياتنا. وعلى سيره موضوع المي البارده والمي السخنه، خليني هون في مشهد مؤلم جدا عندما ذهب احدهم للاستحمام ببحر غزه ونقلته الجزيره على ما اظن تا يطلع عند ربه نظيف. هيدا فعلا من اكثر المشاهد. انا مقهوره جورج، لانه عم بيقولوا لنا كل الوقت انه نحن منا بشر مثل الاخرين، انه نحن موتنا سهل، وانه نحن بنصير بكياس اشلاء عادي، وانه نحن كلياتنا مجرد ارقام مكدسه وخسائر حرب بحرب ضد الارهاب اللي هو نحن. وكلنا عم نتبنى الروايه، والاعلام العربي متواطئ والاعلام العالمي طبعا متواطئ باصلا كيف بيسميها، هي منا حرب اسرائيل وحماس، هي منا حرب اسرائيل وحماس، هي اباده جماعيه، هي تطهير عرقي، هي محرقه، هي جريمة حرب متراكمة، هي ضرب مستشفى وطبيب وطفل وكنيسة وجامع ومدنيين فارهين. ما أنا حرب، هاي إبادة جماعية، هاي حالة محرقة جديدة معاصرة. طيب، ما فينا نسكت عنا، كيف عم تسكتوا عنا؟ ما رح نسكت عنا، بس بدك تسمحي لي بدي أنا وياك نشوف فيديو ببداية هيدي الحلقة، من بعد الفيديو بدي أخذ تعليقك ونكفي نستفيد بالنقاش. إحنا فينا نقولون هالكلمات من دون ما نخاف على وظائفنا ورقابنا، عم بعطي مثل إنه مش أنا وياك جبناء عم نقولون يعني، ومثل إجرنا رقابنا، أنا شخصياً متمنية يموت لأنه الحياة عار بيظل الموت بغزة، متمنية يكون شهيد معهم، لانه نحن عيب انه عايشين يعني صراحه، بس انه في ناس، في ناس ما عندها حريه تعبر ولا تغرد ولا تنزل بمظاهره ولا تحكي، لانه ما مجبوره، ما انا قادره. كلهم بيحكوا هلا هي في شيء اسمه مجبور ومن قادر. غادي فرانسيس، يعني ما هي القصه، انا ما فيني اجي اوزع يعني على الاخرين، موقف يعني واحد بالحياه، موقف واحد بالحياه، بوست واحد بالحياه، كلمة واحدة، سوشيال ميديا حتى مساعدة واحدة ما مش موجودة. كل إنسان عنده قراره، أنا ما بدي أكون شمولية وإجي أنا ما عم بحكي عن ما عم بحكي بشمولية، أنا إجي أقول إنه كل العالم ما بتسوى، بس عن جد عم بحكي عن هول الناس، ما عم بحكي عن كل العالم، عم بحكي عن هول الناس. ما بعرف ليش بيعيشوا أو وين مفكرين حالهم عايشين، يعني هن وين مفكرين حالهم، بأي بلد عايشين ومصدقين انه عايشين على السوشيال ميديا ومصدقين انه هن بمحل تاني. بدي اساله سؤال، هيدا الانسان اللي بيطلع على المحطه على الهواء، هيدا المعتوه الحقير التالي القتلى نفتلي بنت، بيطلع على البي بي سي بيساله عن السيفيليانز الجزيره انجلش اي سبوز،
بصير عيط عليه وليه؟ بقول له ليه عم تسألني عن غزة؟ كيف لك عين؟ ليك الوقاحة يعني. ايه هيدا بيقدر يطلع هيك وانا بدي ضلني قاعدة عم فكر انه لا يعني القصة قطعت شو منحكي وشو منقول وكيف نتعامل. في وقاحة منا مسبوقة ونحن بوجه بدنا نكون اعنف بعد يعني. بدي اقول يعني كل واحد بيطلع على اي مظاهرة او يحمل معه صورة شهيد يخبرني هيدا ليش لازم يموت. اوكي طيب عم يتقاتلوا مع حماس يعني اكثر من 136 امبارح شفت الاحصاء واكيد كل يوم بيزيدوا قتلوا خلال هي 3 اسابيع بالضفة الغربية. خير ان شاء الله. وين حماس؟ مستوطنين عم بتفوت على العالم. امبارح قتلوا واحد مارق قدام بيته زلمه عمره فوق 60 سنة جد بطول كرم وبنابلس وبيهون شو الحجج هيدي؟ بعدين انتم كيف لكم عين ايها الصحفيين وخاصه اللي انتم عايشين بالمنطقه، كيف لكم عين تقعدوا تفتشوا على تبريرات بالحديث؟ كيف بس سمعتوا عن واحد بيعرف واحد بيعرف واحد مات بميانمار صرتوا حملتوا قضيه الايجور بالصين لانه هيك قالكم الامريكاني، ومهسا اميني كلياتكم ما بتعرفوا كيف شكلها وكلكم بدكم تحرروها وتحرروا لها دماتها. شو هالهرطقة والنفاق هيدي؟ شو هالهرطقة؟ نحن الناس اللي عم بتموت يا جماعة، هيدي الناس اللي عم يقتلها اللي صار حاطت أطنان يعني جباليا وحدة بيقولوا 6 أطنان متفجرات، هيدي الأطنان المتفجرات يا بلا حياة على نفس الشط اللي عم تتشمسوا عليه، على نفس الخط البحري اللي أنتوا منه، بياكلوا نفس الخبز، بيتنفسوا نفس الهواء، بيموتوا مشان أنت تضل عايش، لأنه قالت القتل الموجودة عم تستفرد فيهم، ما بقى فيها تستفرد فيك، واستفردت فيك بالـ80 وحاولت تستفرد فيك في كل مرة ولن تفلح. ونحن بلبنان رغم انه في كتير عالم عايشة بغير محل، انا بدي اقول لك انا بلبنان سنة 1948 شفت الشهيد، شفت البنا الشهيد اللي نزل ورا فكرة من عند انطون سعادة بده يقاتل بفلسطين، وسنة 1982 شفت خالد علوان وشفت سناء محايدلي من اللبنانيين وشفت نورما ابي حسان وشفت يعني كوكبة الشهداء، واليوم أنا عم شوف نجمة نوارة في عالم الصحافة العالمية اسمها عصام عبد الله استشهدت عمدا بقصف إسرائيلي عمدا على تراب جنوب لبنان. هيدا لبنان بهلان على السوشيال ميديا عندهم رأي عالم متعنتة أضرب من الإسرائيلي بتعصبها ضدنا ومستعدة تقتلنا. أنا ما بشوفها بلبنان، أنا بشوف بدي ريحها من مرضها أو بدي ريح لبنان منها ومن وجودها كفكرة يعني. فأنه هولي ماني شايفتهم اليوم بلبنان وكتير أسخف من أن أحكي فيهم، وإذا بدي عدهم كلهم على بعضهم بكل تأثيرهم بالحياة ما بيطلعوا نسمة حتى هدرة مظاهرة بحق أي عاصمة من عواصم العالم. بس الحزب تبعهم يعني. بس هول الناس اللي عم تحكي عنهم عندهم موقف، يدينون حماس على ما قامت به. ما بيهموني هني وقفهم. بس يدينون حماس اليوم وبيعتبروا إنه حماس قتلت ناس في إسرائيل وأوصلت غزة إلى هذا الوضع اللي هي موجودة فيه. ما بيعنوني ما بيعنيني موقفهم، مين هني هول اللي بيعتبروا؟ بيمثلوا بيمثلوا يعني شريحة من الناس. اعطيني اسم سياسي لأقول لك رأيي فيه، اعطيني مين هو اللي قال لأقول لك شو رأيي. مش في كلام كان لشعب مين قال بده يدين؟ مين شال جب؟ مين هو هيدا بتحكوا عنه كل مين يعني؟ من يكن؟ جهاز الإعلام في القوات اللبنانية. من يكن القوات اللبنانية؟ من يكن؟ جهاز عسكري للفلانج، من يكن الفلانج اللي اسمه كتائب؟ من يكن؟ من أسسه؟ خلينا نعرف، ما هو بيشتغلوا هون يعني، ما هو أسسوا ليكونوا الماوث بيس، ليكونوا الصوت والأداة هون لهيدا الفكر. تعالوا روحوا على التاريخ، مش رأيي، ما هي منظمة الفلانج؟ هو حزب الفلانج مجموعة كشافي فرقة ما فيش اسمها. ولنعد ماذا قال عنها إلياهو ساسون، ولينبثق التاريخ منذ ذلك الحين. أنا مستغربة أصلاً أنه ما بده يقتلني إلي، أنه هو عم بدين حماس. ما هو تحرير فلسطين نهاية مشروعه، أكيد بده يدين حماس، بس أنا مبسوطت لهم لأنه هن اللي صاروا يحطوا الكوفية لما حماس وقفت ضد الدولة السورية. فكروا للحظة، هن فائدين المصداقية تجاه نفسهم وتجاه بلادهم وتجاه حزبهم وتجاه مواقفهم. هن اللي كل ما بتعمل خطاب تعمله ريسيرش قبل بسنة بيطلع غير حديث. هني على صفحة بهامش موسخ من تاريخ موسخ لأداة قتل. بكرة سيذكرون التاريخ بعد 100 سنة حين أتت غدة سرطانية لتقتل وتنهب بيوت الناس. كان هناك فرقة
خسيسة تعمل في مشروعها. هول اللي بيقولوا هيك، ما تحكيني بأسماء عالم ما حققت شيء بالحياة، خليني أعرف الكتاب القاري نسبة لأي قانون دولي عم يحكي. مين هو هيدا اللي عم يحكي؟ غادي فرانسيس قبل ما أروح على على الفاصل، أوكي مين أنا بسمع، أنا بسمع مات جيلبرت اليوم الطبيب النرويجي بالشفاء شو عم يحكي، واحد بيعرف شو عم يحكي، بسمع واحد ما عنده شغل بيقبض معاش ليكب سم، شو السم اللي كبه؟ ما بدي اياه ولا بدي اسمعه اصلا، مين هو يعني؟ طيب شيليني من 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 هذا الكلام شارل جابور والى ما هنالك، بس قبل ما افوت على الفاصل، لانه كنا عم نحكي عن اللبنانيين وموضوع غزه، في جزء من اللبنانيين اليوم عايش بالحرب، عايش بما ارتكبه الفلسطيني بحقه، وغير قادر على الخروج من هذه الجزئيه من الحياه اللبنانيه لنصره اهل فلسطين واهل غزه بهالمرحله. انا ماني الله لاجي حاكم العالم، بس إذا هو مسيحي بدعي يكون مسيحي، وإذا هو مسلم محمدي بدعي يكون محمدي، وإذا هو حتى يهودي بدعي يكون خير ويعرف، يعني بدعي يكون إنسان بالبداية ويشوف إذا هو بيحس حاله مرتاح لمشهد قتل الأطفال، لأنه في بعدين في لبنان. بس هو واجهك بالذاكرة، وأنا واجهه بالذاكرة المجازر يلي صارت ويلي ارتكبت على أيات بدي أسألك سؤال، في فرقة مسلحة اجت تابعة لحزب فايت بخبصة إقليمية بمفرق من الزمن على لبنان ولحقنا الفلسطينية والفلسطينية، حبيبي مين المسيح في أول واحد فلسطيني؟ كمان ما يعني حاش بتشملوا بتجمعوا، هلا بده يصير ابو عمار وفرقه بفتح بتمثل كل الشعب الفلسطيني رايحيننا فيها من الثمانينات، اوكي وانا بقول لك في واحد قطش دينه واحد على الهويه على الكازينو، بقول لك كل المسيحيه بدي اقتلهم وحرام ومعلش يموتوا، مثل ما انتم بتقولوا كل الفلسطينيه قتلوكم، في فلسطيني بيقول كل المسيحيه بلبنان والانعزال فاتوا على صبره وشتيله وقتلوا لنا نسائنا واطفالنا، هل يجوز؟ لا يجوز. من قتل الناس بصبرة وشتيلة ليس كل المسيحيين في لبنان، من قتل الناس في الحرب اللبنانية ليس كل الفلسطينيين، اطلعوا من هالتلوتي فوتوا على الحاضر حاج عايشين بالماضي، معقولة كيف بدنا نجي نحكي مع وكل العالم مثل بعضها؟ كيف بتشوف الموقف المسيحي في لبنان؟ لأنه في تقسيم صاير، إذا أنت مسيحي أنت ما بشوفه بهالطريقة، إذا أنت مسلم أنت مناصر للقضية. جورج أنا ما بشوف المواقف بهالطريقة وما بشوف الناس بتوقفها. أنا عم بنقول اليوم يلي صاير الانقسام اللي صاير بالشارع اللبناني، شوف هالأحزاب وشو عم بتعبر، الانقسام يعني اللي صاير بالشارع اللبناني بين المسيحي والمسلم حتى بموضوع فلسطين يلي هو مفروض يكون موضوع مركزي. أنا ما بشوفه هيك، أنا ما بشوفه هيك، وأنا ما بينزع عني مسيحيتي واحد أرعن داعشي مفكر المسيحية كلهم مثله، أنا مسيحية أكثر منه وأنا بأول شهيد بفلسطين، وسليمان فرنجية قائد حزب مسيحي مطروح رئيس جمهورية معروف موقفه، جبران باسيل قائد حزب مسيحي يعتبر الأكبر كمان معروف شو موقفه، طلع كمان وطلع موقفه، مين هن اللي بيمثلوا مين؟ مين هن اللي بيمثلوا مين؟ كيف الواحد بيجي بيقول أنا بمثل كل العالم؟ كل شوي والتاني بيسألوني عن حزب الكتائب، حبيبي شفناك بالصبح وشفناك المساء وشفناك بالمجلس وشفناك بالمظاهرات وشفناك بالتاريخ وبالسياسة وبالجغرافيا، مين بتمثل أنت؟ عائلتك بيتك ما بتمثله كله؟ حاج تحكونا كل واحد بيجي بيحكي باسم المسيحية، أنا مسيحية ما فيك تلغيني وهيدا قراري، والمسيح مسيحي، مش أنت المسيحي وبتحكي باسم المسيحي، مثل ما مش كل واحد بيحكي باسم طائفة، وأصلا الناس ما بتتعرف بطوائفها يعني، بس إنه الموقف المسيحي بلبنان نرفض وندين وأستنكر كإنسانة مخلوقة مكتوب على هويتي إني مارونية، برفضين قال أنا أكثر منك مسيحية خي، أنا عم بقرأ الإنجيل والإنجيل بيقول لي ما تقتل، انت ما عم تقرا الانجيل بتركك اللي منو شايف الكنيسه اللي عم تنهدم، انت رجع لدينك، مش نحن اللي برا دينك، انت ما بتمثل دينك لما بتكون مع القاتل، انت ما بتمثل دينك لما بتكون مع قتل الاطفال والاطباء والمراكز الامم المتحده، ما ضل شيء ما قصفوه يا خي، انت ضد حماس افهمنا، وين حماس بمخيم اللاجئين بجباليا، وين حماس بمستشفى المعمداني سلاش الاهلي، وين حماس بالكنيسة، وين حماس بكل هالاهداف، وين حماس بالمدنيين اللي نازلين من شمال لجنوب، وليش عم تجبرني يوم بعد يوم اقعد دليك على اشلاء اطفالي لتصدق اني عم موت، ليش بدي كل الوقت فرجيك اني عم موت وشوف وشوف ضلع الصبي المقطوش نصين لتصدق انه مات، ما ليه عم تحطونا بهالموقف بعد اكثر من الموت، بدي فرجيك اني عم موت لبركي بتفكر تقول بدك هدني، اخي بطل بدي هدني، يا قاتل يا مقتول بدي حررها من البحر للنهر، ماني ناطرك هيك عم بيقول له الفلسطيني وانا معه يعني. فاصل ومن بعده نتابع مع الانفاق انفاق غزه وزياره غادي فرانسيس الى الانفاق.
اليوم حرب غزة مع زميلة غادي فرانسيس. نتابع غادي، حكينا عن الشق الإنساني، حكينا عن الغضب يلي موجود بصدورنا تجاه طريقة تقسيمنا بلبنان بتأييد لغزة ورفض الحرب والقبول بالحرب وإدانة حماس وإدانة الفلسطينية، كل هالموضوع. بس في شيء أبعد من هذا كله، في تجربة غادي فرانسيس بغزة. منا أبعد من هذا كله. بهذا الصراع، بس في تجربة لي خطية بغزة. اسمحي لي بالأول شوف فيديو غادي فرانسيس. خطة ونشرت في حلقتين على منبر هذه القناة، برنامج خط تماس اللي كان يطلع 2013. صح، خلينا نشوف هذا الفيديو ونحكي عن هذه التجربة وماذا شاهدت آنذاك غادي فرانسيس في غزة. عبر الأنفاق دخلت غادي فرانسيس إلى غزة عام 2013. كيف؟ ليش؟ شو شفته؟ ما كان عندي البلان انه بدي فوت لهنيك. بس انا اول مظاهره نزلت عليها، اول ما نزلت من الضيعه على الجامعه كونت شخصيتي، اول مظاهره رحت عليها كانت لغزه قدام الاسكو، بتذكر كثير منيح من اول المظاهرات. ونحن متفاعلين مع مشهد المقاومه بغزه، وغزه هي المحل الوحيد بفلسطين اليوم اللي بترفع العلم الفلسطيني، وما في مستوطن من جيب من أصقاع الدنيا بهينك، يعني ما في إسرائيلي واحتلال. وطبعا تفاعلنا نحن بلبنان كوننا عنا مقاومة مسلحة كانت دايما الزند على الزند. ونحن ببيروت أنا أفتخر رغم كل المشهد اللي أنت هون بتحاول تنقل لي واللي هو موجود بمجتمعنا، أنا أفتخر أنني بنت هذه العاصمة، أنا أفتخر أنني بيروت التي تعلم أبناء الجامعة أن يقفوا أمام الأسكواي ويحملوا شمعة لغزة عام 2008. نحن عنا هيدا الشيء، ولا عاصمة عربية عندها هيدا الشيء غيرنا اليوم. نحن رغم كل اللي صار، بيروت بقيت عاصمة المقاومة وستبقى عاصمة المقاومة دائما. بقى لما وصلت كان عندي شيء بجامعة الدول العربية بمصر، كان عندي ندوة ومحاضرة حول الإعلام الإنساني ودوره بسوريا. لقيت حالي بالقاهرة وكان صار عندي مهارة القطع الحدود بالتغطيات الميدانية، وكان في تواصل معي زملاء أسأل الله يعني أنه يمدهم بالصبر. البعض منهم بطلوا داخل غزة اليوم، مثل باسل، مثل محمد المدهون، زملاء كلهم صحفيين. أحمد حرب بعده هو مراسل الحدث حسب ما شفته بوحدة من التغطية. رفقاتي الصحفيين هن اللي ساعدوني فوت، فتت بطريقة الوحيدة اللي متوفرة، وهي أنك توصل على منطقة رفح وبتكون بحالة يعني ابن الضيعة وقرايب، وهذا بيجي واحد بيعرف انه انا رح كون موجودة، بيخدني على منطقة متداخلة بين البيوت، بنتظر بغرفة بالبيت لتوصل ورقة مكتوب عليها بخط اليد اسمي، وبموجبها بخلوني اقطع بهذا النفق. بمشي مدة 3 دقايق 4 دقايق وبطلع بهذا الحمالة مثل الونوشة تبع الشغل العمار بسموها اسانسور، وبصير داخل غزة. أما بطريق الرجعة كمان برفح الغزية، يعني بالميلة الفلسطينية الغزية من مدينة رفح، توصل على منطقة في شبابيك كيف الحدود السورية بس بلا أمن، كمان شبابيك مدنية. متذكر كتير منيح اسمه نفق أبو أياد كوارع، نفق اللي مرقت فيه، في كرتوني محطوط عليها بالخط اليد كمان أسماء الأنفاق، وبموجب ورقة ورسم كتير صغير وعيني. ودخلت ترجع إلى تطلع غزة. هيدي الطلعة قلت لك الدخلة والطلعة. دخلت إلى غزة. بس أنا ما بدي أحكي عن حالي، لأنه مش عن حالي، بدي أحكي عن غزة. عن شو تذكر غادي فرانسيس من ذاك اليوم بغزة؟ بذكر كتير أشياء. بذكر أنه ما كانت بحالة حرب بوقتها، بس كان بعد في بعض الأبنية والأبراج اللي هي بعدها مدمرة، وبعد المحلات كل الروايات اللي إذا أنت توصل على مدينتي، أنا اليوم بدي فرجيك على بيروت، بيخدك أوقات على الروشة بيقول لك هيدي الروشة اللي كل العالم تيجي تتصور حدها، هيدا المرفأ هون كذا. المعالم كلها بغزة تتمحور حول الحروب والهجرتين، يعني النكبة والحرب، وهولي أول رف من اللاجئين وإلى آخره. هذا اللي أصفوه بال2008، هذا اللي أصفوه بال2011، وهلما جرى. بس اللي كتير فاجأني أنه دايما نحن بسبب الإعلام الانهزامي والنفس اللي منحطه بالإعلام، كان عندي انطباع حقير، يعني انطباع فوقي أن الناس بغزة عايشة بعصور مختلفة أو بإمكانيات مختلفة. لكن اللي بوقتها فاجأني كتير أنه قادرين يطوعوا كل
كل الظروف اللي كتير صعبة ليقدروا يوصلوا للعالم الخارجي، ليراسلوا الجامعات، ليحصلوا على قبول، وليضطروا المدنيين والناس وطلاب الجامعات كتير من الأحيان يمرقوا بنفق ليجيبوا دواء سرطان من مصر يرجعوا على غزة. وبالتالي هيدا الأنفاق هي منا صلة عسكرية، هي الطريقة التي اجترحها الإنسان المحاصر من مصر وإسرائيل، مسكرين عليه الحدود بالبحر وبالبر كل الميلات. شو بيعمل؟ هو بيزرع الأرض وبيأكل، هو بيزرع فراولة، ورغم كل شيء غزة عندها اقتصاد لمعلوماتكم، بتصدر فراز وزهر رغم كل شيء، بس رغم يعني كل هيدا التسكير في هيدا الحياة. وبيجي بيقول له والله حفرت الأرض وطلعت وأخذت دواء، أنا بدي نزل لك غازات سامة وأقضي لك على الأنفاق، وشو بتريدني أعمل يعني؟ موت على السكت يعني؟ غادي فرانسيس بتلومي مصر على إقفال حدود رفح؟ بلومه؟ لا بس في بلومه؟ بس اسمحي لي، عدوي مثلي مثله صار، بس في لا امبارح ماتوا 11 على الهاء على طب بس اسمحي لي قبل، خليني أقول وجهة نظر إنه اليوم إذا نحن بمصر فتحنا هذه الحدود ستتحول مصر إلى مخيم جديد للاجئين الفلسطينيين، ولن يبقى أحد بغزة. هذه وجهة نظر بتنقل إلى مصر. وكرمال هيدا الوجهة نظر مبارح، ما بدنا ترانسفير، كرمال هيدا المخاوف تبعيتهم قرر السلطة المصرية مبارح على معبر رفح تخلي 11 جريح يموت. عم تحفظ أمنا وعم تحفظ لهم حقهم إنه ما يتهجروا، بس هي عم قررت يموتوا. هي أمنت سيارات إسعاف لنقل 81 من الفلسطينيين المصابين. نحن كل اللي غزة فيه ما كان بيكون هون لو كانت مصر منا بموقفها اللي هي فيه. اليوم نحن بدنا نحكي الاشياء مثل ما هي ولا بدنا نتخبى على بعضنا؟ لما بقول مصر ما قصدي الشعب المصري، ما قصدي الامه المصريه، ما قصدي الارث المصري والسياسيين والصحفيين والناشطين اللي واقفين على رفح عم بيبرقوا يعني عم بيبرقوا التاريخ المصري من هذه القصه. هن احسن شيء ببلادهم، بس السلطه المصريه شو عملت خير ان شاء الله من 73 لليوم؟ ماذا فعلت في حق الفلسطينيين؟ ماذا فعلت؟ أي شيء إيجابي فعلته؟ خليني أنطر وشوف ماذا فعلت أي شيء إيجابي وماذا فعلت بالسلبي، غير عن أنه هي بتاخد مصاري من الإسرائيلي وبتعطيهم غاز. انسيلي كامب ديفيد، انسيلي أنه عندها سفارة وعلاقة، انسيلي هذا الجانب كلياته. هي ليش مسكرة رفح كل هالسنين 15 سنة؟ ليش مسكرته تما يجوا لعندها ما تعطيهم إقامات؟ شو هالحجة؟ بحبسك لما تجي لعندي لأحفظ لك حقك بالبقاء على أرضك. ليه مسكرة رفح كل هالسنين؟ بدي من غير، لأنه ما حدا عنده القرار بوجه الإسرائيلي لا النظام المصري ولا غيره من الأنظمة العربية واضحة. يعني ليش بتقدر؟ ولا هي مقاومة يعني؟ ولا مثلا محمد حسني مبارك كان يعني علم من أعلام مواجهة إسرائيل، واللي بعده واللي قبله، إنه مصر جزء مش جزء، جزء كمان. نحن أنا اليوم بمرحلة جورج عن جد الناس عم بتموت، أقل أضعف الإيمان إنه نحكي بلا كفوف قدام مشهد الموت. في واحد مقتول بتقول له والله بس إنه كان زعلان قتله، كان معصب والله نطر بوجهه قام قتله، ما في قتله، عرفت كيف؟ بقى اليوم نحن بهيدا المشهد أنا معتبرة إنه حتى طلعت امبارح على سي جي تي إن اللي حاطة تحت اسمه إسرائيل حماس وور هي جريمة. تنوضح أنا هي تلفزيون صيني. تلفزيون بيحكي بالانجلش بيطلع من امريكا. امبارح انه بدهم يسالوني انه اولك بدك تقضي عليهم كلهم لهالانفاق اسرائيل، والله هالحديث عندكم وصايره جباليا امبارح انه بس هذا حديث الغرب، يعني منه حديث عندهم، هو حديث الغرب. بغض حديث انا معتبره هيدا، انا معتبره مشاركتنا انا اليوم بحاله نفسيه وقيميه واخلاقيه ووطنيه، ان مشاركتي في هكذا حديث اعتبره سقطه قيميه لي. بتقلي شو عملت مصر اللي مسكره حدودها على الناس اللي هي مين بده يعمل اذا مصر ما عملت؟ انا اكون بهذا الموقع شو لازم تعمل مصر؟ مصر وعسكر مصر وشعب مصر لازم يكون زندو عزند الشعب الفلسطيني الاعزل بالمحرقه، هي المينيموم يعني. اذا ما قطع علاقاته باسرائيل، اذا ما يعني شو بنحكي له؟ شو بنتوقع منه؟ والله بس انه ما يزعلوا الاسرائيلي ومن دين حماس. منبلش كل حكياتنا من دين حماس ومن دين المدنيين. بس مصر لم تدن حماس،
يعني لم تدن حماس مصر بالموقف، في دول أخرى أدانت حماس بين الدول العربية، يعني كتر خيرها بهالقد. مصر لم تفعل هذا الأمر، ما في داعي تدينا بالهيدا أو ما تدينا. أنا موضوع اليوم منو حماس. على سبيل المثال اشترطت لخروج المدنيين من غزة اللي معهم حملة الجوازات الأجنبية، اشترطت على سبيل المثال إدخال المساعدات اللي واقفة على معبر رفح. أنا بحييها على اشتراطها، بس يعني وين انصرف؟ يعني بس هل في في وحدة بوحدة هيدا اللي قدرت تعمله بهذا الظرف؟ أنا معك إذا هيدا اللي قدرت تعمله، بس هل صار؟ ما بكل انخراطة بمشروعهم ما قدرت تمون انه الامريكاني الفلسطيني خليه يطلع بعده مسكر بعده. هلأ اليوم في طفل واقف على رفح مع امه على الشنطة نايم قايم صار له 25 يوم لانه ما عم تخلي يقطع السلطات المصرية، هو معه جوازين. يعني اوكي حلو النية، وين الصرف؟ يعني معقول المشاهد اللي عم نشوفها برفح كذب؟ مشهد اللي كنا عم نشوفه كذب وهن معهم حق بتصريحاتهم. أنا ما بدي فوت بكل الدول العربية، بس الموقف العربي، البلدان العربية، البعض بيقول لك إنه شو فيهم يعملوا البلدان العربية؟ أوكي في امبارح الأردن بموضوع السفير الإسرائيلي، أوكي في موقف مصر، بعض المواقف اللي تتعلق برفح ومعبر رفح، مساعدات من هون، دعوة لوقف إطلاق نار من هون عربية. ماذا بعد؟ شو فيهم يعملوا؟ أنا لست في مكان هذه الطفلة التي روحي لها الفدا التي كانت تقول أين العرب؟ وهذه الحجة وغيرها الأم والشهيد وكل من يتأمل خيرا ويقول أين أخواننا العرب. أنا لست في موقعهم ولا أريد نصرة من أحد، لا أريد نصرة من أحد. ماذا تريدين من العرب؟ أقل الإيمان أن يكفوا عن التآمر والتعامل والتخاذل. ممتاز، يعني على قولة تميم برغوثي عن توقان رح أقول اللي قالوا توقان قبلي أخو فدوى وابن العروق الزكية، في يدينا بقية من بلاد فليستريحوا كي لا تضيع البقية. هني يرتاحوا ما يعملوا لنا شيء منيح، بس يرتاحوا ويكفوا عن التآمر وبيع السلاح وإخلاء الجو، يكفوا بس عن التآمر ما يعملوا معنا شيء. نحن منحرر بلادنا بس يوقفوا عن قتلنا بظهرنا، هني وأنظمتهم وقمعهم واستخباراتهم ورقاباتهم. في قبل ما نروح على الفاصل وبعدها نحكي عن خطاب السيد نصر الله بكرة المرتقب، في أغنية للطفي بوشناق أجراس العودة بيقول فيها: فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علة، أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة، وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة، فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة، وحديث عن حرب كبرى وصفقة قرن مختلة، مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحيوة في غفلة. يعني العرب بتوافق انه نعلى؟ هيدي النغمة صراحة بوافق بمحل، بس هيدي النغمة تبع وين الملايين الشعب العربي وين بطلنا فيها. نحن نغمة نصرك هز الدني شعبك ما بينحني، نحن ما بدنا حدا، نحن جيلنا أنا وياك، نحن اللي رح نغير وجه التاريخ. ما بدنا حدا يعملنا شيء بس يحلوا عنا، يبطلوا يضربونا بظهرنا، يبطلوا يعملوا عنا تقارير، يبطلوا يقبضوا ويدفعوا ملايين الدولارات بالمنطقة ليطوعوا ناس تحكي على سلاحاتنا وعلى شبابنا السهرانين هن وعم يتسلوا، بس يبطلوا تقامل. الغاز والنفط وسيلة برأيك إذا استعملها العرب ممكن أنهم يربحوا المعركة؟ او تربح فلسطين المعركه مش يربحوها هن؟ بترجع بقول لك شو رايي، بترجع بتبربني على العرب. بدي ارجع اخذك على العرب هالجزئيه، لانه في كلام كثير اليوم او منادات كثير انه انتم عندكم سلطه، عندكم سلاح معين، لماذا لا تستخدمون هذا السلاح؟ عز نفسك بتوجدها، ما انا ناطرينه، نحن عزينا نفسنا وعم نوجدها، شعبنا عز نفسه، عز نفسه بالدفاع عن نفسه بنفسه. إن كان صاروخ ياسين اليدوي الصنع اللي دكلن كم نمر صاروا سموه نمر بدري أرنب بدري إيش اسمه، هيدا الدبابة تبعيتهم الإسرائيلية يلي اليوم عم بيعمل حساب عليها، أعتى جيش بالعالم. تعال نضحك شوي ما تضحكنا عصبنا، أقوى واحد لا يقهر قال، عرفت كيف؟ إبة حديدية. أنتوني بلينكن جو بايدن كان بعده، يعني الإبة الحديدية قبل ما صار رئيس جمهورية بأمريكا، جو بايدن كان بعده بالمجلس الشيوخ وعم يشتغلها، جيبوا لهم مصاري لتمشي الإبة الحديدية وكذا. وسنين نزل عليه بالمنطاد بالمشاي البلاستيك أبو أصبع رواق رواق بالمشاي. فاصل تاني وعم نرجع.
غادي فرانسيس، ساعات فاصلة بانتظار خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بكرة الساعة 3 بعد الظهر. سيناريوهات كثيرة وتكهنات كثيرة، ما بدي فوت بالسيناريوهات، بدي فوت بإطلالة السيد نصر الله يلي كان يقال إذا أطل السيد نصر الله إما يعلن الانتصار أو يعلن الحرب. ما بيهمني شو بيقولوا عن اطلالته، هو بيطلع وهو الى اطلالته اللي بتقول بضحكوني، بضلوا قبل بجمعتين وبعد بجمعتين كل ما طلع يحكوا عنا وبالعالم. هلا اللافت انه نحن صرنا فتره ما كل ما بيطلع سيد بيكون معني كل العالم يسمعه. هلا عم بحكي مع الناس يعني من رفقاتي بالمدن الفرنسيه للي بامريكا لبنيامين نتنياهو نفسه، الكره الارضيه كلها قاعده ناطره شو بده يقول الامين العام لحزب الله، اقوى ترسانه من ترسانات المقاومات العسكريه ضد العدو الاسرائيلي. هذه هي الصفه اللي بده يحكي فيها. نحن اليوم ناطرينه لانه هالقد قوايا بقى، يعني حلو نحن بمحل معين انا وابن عمي على العدو الغاشم القاتل اليوم بكون، يعني ما كون انا مخيع ابن عمي. بس برايك كل هيدا المعادله اللي ماشيه بلبنان؟ يعني اليوم قبل الاطلاله في تحميل كتير انه سماحه السيد ارجوك لبنان لا تقحمه بهذا الصراع. وانا بقول لك يعني هو سماحه السيد بين كل شيء عم بيصير وبين المشاهد المفتوحه والحرب المفتوحه والصاروخ البالستي اللي اجى من اليمن على ايلات والنجباء اللي بدهم يفوتوا من العراق كمان على المعركه، وقف كل شيء قالوا قولوا لي شارل جبور شو بده لعمل له ضحكوا. يعني مش شارل جبور، هي شريحه من اللبنانيين لا تريد مثلا الحرب اليوم. يخي شو بيضحكوا يعني مش هي فعلا في ناس اليوم بيقولوا لك نحن ما بنحمل حرب جديده. شو وين مفكرين حالهم عم يمضوا عريضة؟ شو بدهم ما بدهم حرب جديده؟ يعني هن نحن القرار عنا، في واحد اجى اخذ بيوتنا وكل يوم عم يقتلنا، امبارح قتل راعيين اثنين، ما عم يقتل عم يقتل كل العالم. يعني انه انا قررت يعني اعمل هن قرروا يجوا ياخذوا لنا بلادنا من الاول، بس تفهموا. بس غادي يعني فرانسيس، من اطلق الشراره الاولى من الجنوب؟ اليس حزب الله؟ زعلان 28 صرنا بمحل لحظه بس لا اعرف، نحن صرنا بمحل خليني بس اعرف الاول أفهم. نحن صرنا بمحل غير عن انه كل يوم في انتهاكات جويه اسرائيليه، غير عن انه اسرائيل قتلت عصام عبد الله وجرحت زملائه كريستين وكارمن، بتمنى لهم الشفاء النفسي والروحي والجسدي، غير عن انه عملت هيك، غير عن انه قتلت 40 لبناني، نحن تحركشنا فيها. هيك نحن صرنا عم نحكي؟ هذا وجهة نظر اليوم موجودة انه من اطلق الشرارة الاولى هو حزب الله. نظر ليش انا بدي اجي ابحث بكل وجهة نظر مهما كانت حقيقية، تضامنا يعني مع اهالي غزة ومع المقاومة الفلسطينية بغزة، وانه نحن ما لازم نكون جزء من المحاور اللي موجودة بالمنطقة، وانه نتضامن انسانيا مع اهالي غزة، ولكن لا رغبة لدينا بفتح حرب على الجبهة الجنوبية قد تكون شاملة ودمرية. الله يعطيهم العافية، كل واحد يعمل اللي بيقدر عليه، يقولوا يعبروا عن حالهم، وهذا بلد ديمقراطي برافو غيره، يعني هن شو بأثروا؟ التفاهة السياسية والضحالة السياسية، انه واحد عن جد امام المشهد في كل مكان لآلة القتل الدموي عم يمضي عريضة، انه هو ما يعني ما بعرف كيف. هيدي مثل قصة لما قعدوا بالمجلس ليسقطوا نبيه بري، وينكم انتو؟ في اشياء منا بالعلم السياسي بتضحك. يعني برأيك اتخذ القرار بالحرب الشاملة؟ انا برأيي نحن دائما في حرب، ونحن بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي بحرب دائمة. أصلاً حزب الله والمحور كله إذا بتطلع من البوكمال لبحر عمان من سنة، لناقلات الإسرائيلية الإيرانية، ضربات الأمريكية بالعراق، سوريا بتطلع إسرائيل بتقصف المطار إذا جاي، يعني إذا بدك تطلع على المنطقة من الغباء لا نقول أننا في حرب مستمرة وخارطة أهداف وتبادل أهداف مع العدو الإسرائيلي، واضح يعني الموضوع. هلأ بتقلي نحن بدنا نفوت الحرب اللبنانية، كل العالم ناطرة لتشوف ما هو القرار الذي اتخذ. أنا ما فيني أتكهن شو بدي أقول السيد، بس شعوري العام لما شفت، يعني كلنا ناطرين، بس لما شفت الصاروخ البالستي اللي قطع من تحت هيك على الخريطة، بس هيك مشان المشاهد تخيل على الخريطة الأريبيا كلها وفلسطين فوق، قطع من الزاوية من تحت اليمن فوقهم كلهم وصل على إيلات، هيدا البالستي اللي قاعد بقى هلا أنصار الله بيشوفوا يمكن صابوا ما صابوا، الإسرائيلي ما بيعمل خسائر. طب أنا لما شفت هالقد هيدا المحور منه كله قائم على زنود شباب لبنان، منه كله قائم على زنود جمال شباب لبنان، وبالتالي إذا كان المحور سوف ينصر الخاصرة فلسطين الأساسية
هو حزب الله في لبنان، والإسرائيلي يقول أنه لدى حزب الله قدرات تفوق 10 مرات قدرات حماس وغيره طبعاً. من المنظمات الموجودة بهذا نحن كثير المحور. مفتخرين، وإن شاء الله بتصير كل قدرات الشعوب العربية عشرات أضعاف قدرات كل المقاومات لتمحي آلة القتل الهمجية النيونازية القاعدة عنا، ما في مشكلة. شو بدك تسمع غادي فرانسيس من السيد نصر الله بكرة؟ شو أنا بحب شو اسمع؟ شو حابة تسمع؟ شو فحوى الخطاب اللي حابة تسمعيها أو تخرج منه؟ ما بحط حالي بمحل انه بليز سيد عمل لا مش بليز سيد، انت كغادي فرانسيس يعني شو بحب شو اسمع؟ اي شكل من اشكال الخطاب بتحب تسمعيه بكره للسيد نصر الله؟ هلا نحن صراحه يعني علاقتنا الشخصيه مع هيدا الرمز الوطني منذ أن كنا صغارا هي علاقة متقلبة بمحل معين، لأنه بلحظات الحرب هو عنا شيء قريب كتير من السوبر هيرو. يعني أنا ما فيني مطبوع بذاكرتي أنه نحن وعم تنقصف جسورنا بلبنان، أنا وكنت يعني بأول مراهقة كان هيدا الزلمة اللي عم يطلع لي بالتيفي ويقول لي أنا حدك واللي بيضربك بدي أضربه كمواطنة لبنانية، وهيدا الشيء ربي. هلأ بعدين وقفت القصص واختلفت وفات القصص وفاتت السياسة اللبنانية وصرنا بمحل. أنا أتمنى باسمي وباسم كل من هتف لبيك حين بطش بالإسرائيلي هذا الرجل، بتمنى أنه يعمل الخطاب اللي بيخلينا كلنا نوقف صفا واحدا ونقول لبيك حتى التحرير. بتمنى أنه ما يكون في سياسة بقد ما يكون في حرب وإعلام حربي وبروباغندا، وبتمنى أنه إذا عم بيصف حبتين كزاناكس نتنياهو بالليلة يأوفر على كزاناكس بعد الخطاب. هيدا اللي بتمنى فعلا ينصر كرامتنا الإنسانية اللي عم بيقلنا العالم كله أنه نحن موتنا عادي وأنه نحن نعلق تحت الركام عادي، وأنه يعني حتى أنه نطلع ندافع نحن عم نحكي نحن إرهابيين حتى إذا عم نحكي بال المحطات العالميه. انا بنصر من ابن القهر، ابن الحفاة، ابن الفقراء، ابن المظلومين، المستضعفين اللي هن شعبنا، يطلع اقوى واحد من اولاد شعبنا المستضعف بالتاريخ المعاصر ويقول لهم بدنا ندعسكم. هيك بتمنى ويدعسهم كمان بالاخر، هذا تمني يعني، يقول لهم بدنا ندعسكم ويدعسهم، هيدا امنيتي. بعدك تؤمنين بالوعد الصادق؟ لحظه، هي مش إيمان، هي واقع. الوعد الصادق صار ولا ما صار؟ سمير انطار، رجع ولا ما رجع؟ هيدا وعد صدق، هو الوعد كان بتحرير الأسرة وبحماية لبنان. في شيء إسرائيلي عم بيقوص شاب عنا قدام بيته وماسك حجرة؟ لا ولن. في شيء أسير لبناني ما استرد بهيدي الصفقة؟ بدي اسأل سؤال، انه نفسهم ذاتهم، هيدا كان هلا بس قلت، نفسهم ذاتهم اللي بيقولوا ما بدنا حرب بيقولوا وينه ما عمل حرب؟ ما بيعنيني شو بيقولوا، في عالم ما بتحب هول العالم لأسباب عندها إياها وبفهمها يعني. وأنا بأحيان ايديولوجية بأحيان كتير ما بحبهم. أنا بنت مؤمنة بالفكر العلماني، انا ولا مره رح تكون عم بتشوفني اناشد باي نوع من خلط ومزج الدين بالسياسه، بس بلحظه القتال مع العدو الاسرائيلي حقير من لا يقف وقفه الحق. هون وقفت طبعاً حق وباطل طبعاً. يعني عرفت كيف؟ كل مشاكلك الايديولوجيه مع المقاومه بتصير بلا طعمه لحظه اللي علي حامل البارودي عم يحميني. شو مشكلتي باسمه هاي بهاللحظه؟ يعني مشكلتي بحالي بتصير يعني. يعني غادي فرانسيس مقاومة من بعد خطاب بكرة، مقاومة بالمعنى نحن مش من بعد خطاب بكرة. أنا بدي أقول لك شيء، أنت دائما مقاومة. لا 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 لا، جبهة المقاومة الوطنية قالت في نشيدها وفي تأسيسها: مقاومة مقاومة بالنار لا مساومة. نحن أولاد هيدي المقاومة، ونحن أولاد كل مقاومة بتطلع من شعبنا. نحن ما حدا علمنا المقاومة، ما حدا علمنا المقاومة، نحن علمنا المقاومة شجرتنا اللي هي هون ومش رح نتركها. فيك تكون مؤمن، فيك تكون ملحد، فيك تكون مين ما كنت تكون، واقف معي عم تحميلي شجرتي على راسي من فوق، واقف ضدي عم تتآمر حتى لو كنت خيب بدعسك وبمشي. مقاوم. رفيقة جوليا. طبعا. بيستحضرها بأيام الحرب لجوليا وأيضا بأيام السلم. كتير عم بسمعها هيدا الأنشودة اسمها أيها الكبار.
أسأل من نصبكم في موقع القرار، أي قوانين لكي تحصنوا النظام وتحفظوا السلام وأنتم الظلم الذي يكسر النظام وينسف السلام؟ وقاوم فيداك الأعصار ولا تخضع فالذل دمار وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك مهما جار. قاوم فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار. يعني شفنا جورج عقل عم بيقولنا الحياة وقفة عز، اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر. أنت بتعرفين أكثر من غيرك على كل حال. بدي اختم يعني الحلقه، ما بعرف قد ايه بعد عندي وقت. بطلب من الكل، كثير هين انه نكون مستضعفين ونبكي وننكسر وننهار وكل ما نشوف مشهد نتضايق، بس بدي لكم شغله وحده، الاسرائيلي لا يعلن خسائره ديدي عم ياكل قتل كثير. الاسرائيلي اللي عم ياكل قتل هو القاتل، ما في مدني عم ياكل قتل. فكونوا واثقين بمقاومتكم وبشعبكم، ان النصر قاب قوسين او ادنى ان شاء الله. بعد عندي سؤال، بال2006 كان الظرف غير ال2023، بال2006 فتحت بيوت اللبنانيين لكل اهلنا بالجنوب بضاحيه بيروت، اليوم في البعض بدا يدخل الى بوابه الفتنه من هذه النقطه. 2023 في خطه للحكومه وفي الاحساس الوطني. بين ال 2006 وال 2023 في شيء، بال 2008 صار في حدا جرب يقول بدي اتدخل بالداخل، اخذ معه نص ساعه ورجع جرهم كلهم على قطر وعمل ديباجه جديده. وقت الجد هول العالم، فرقه الرضوان كسبت معركه حلب وريف حلب. بس هون شو عم بتقولي؟ انا عم بسالك، الناس رح يستقبلوا مثل ما استقبلوا بال 2006؟ لا، كنت عم تحكي على اللي بده يفوت بالفتنه، اما الناس استقبلوا ولا ما استقبلوا، برجع بقول لك نفس الجمله، قوات الرضوان حررت ريف حلب. افتح الخريطه، قديش لبنان قديش حلب، ما حدا ناطرك تفتح بيتك أنطوان. أنت واجبك كإنسان تكون إنسان، بتحب تكون شيء غير إنسان بينك بين ربك بين قيمك بين شعبك بين التاريخ اللي رح يسجل أنك أنت هالقد حاقد يعني. بس أنا ما بعتقد أنه حتى شعبنا اللبناني واللي بيعبروا عن هيك، شعبنا أطيب من هيك، شعبنا أحسن من هيك. هيدي الكلمات حتى هولي، شفت هيدا اللي بيعد بيقول أنا بدي سكر بيتي، إذا كان قدامه عيلة وجريح رح يفتح بيته. بس هيدا التعصيب والتعصب والبث اللي عم بنشوفه بالتواصل الاجتماعي وبال ميديا بيعكس المؤامرة، ما بيعكس شعبنا، ونحن بدنا نهزم المؤامرة بشعبنا، مش بدنا نهزم شعبنا. فلذلك اللي عم بيقول بده يسكر بيته، أنا بقول له أنا بدي أوقف حرس على بيتك أنت ومسكره ومش عايزته، وبس تطلب بيتي رح أفتح لك بيتي معلش. وماذا عن الدمار اللي قد يلحق بالبلاد؟ يعني عامرة، يعني اللي بيسمع بيقول عامرة، بعد في حجر، بعد في شوية حجار تمام، بعد في شوية حجار، شوية دورة اقتصادية. نزلوا صلاح حلاوي بعتقد أو حدا تاني من المغردين، اعذروني إذا كان الغلط الاسم، بس بعتقد هذا الكونتنت أو يمكن علي طفيلي، عن قيمة الخسائر وقيمة الدين وقيمة، يعني نحن كل شيء معقول نخسره بالحرب خسرناه بخياراتكم الخاطئة السياسية يا شعب، بحكوماتكم المتعاقبة. فما عليه، احسن ما يضبون عمو رياض يعني. ما عليه، هلا راح عمو رياض او واحد مثله يعني. بيخلق من الشبه 40 بالنظام التحاصص اللبناني. بس اللي بدي اقوله انه في يعني في رح يكون في ضحايا، في شهداء، في قتلى، نحن بمغزى عن هالشيء. انا ما بقدر اتكهن يعني شو اللي بده يصير. عم بنقول انا برايي وجهه نظر لبنانيين اليوم، ليش انا اعتقد تحملنا كل الوذر سابقا وعشنا كل هذه المرحله سابقا وعشفنا الحرب وويلات الحرب، ليش كل 15 نحن سنه لا نحب بدنا نرجع الموت. نحن لا نحب بدنا نرجع الموت. نموت، نحن واقفين بس نحن نموت. لا نحب الموت، نحن نحب الحياه، نحن نحب الموت متى كان طريق للحياه. نحن ما اخترنا نقاتلون، اجوا هني بدهم يقتلونا، بنقول له تعال دعس على رقبتي وقتلني وكفي على الباقي. في ناس مختاره تواجهه كرمالك. ماني عم اقول انه انا كثير بحب مشهد انه اكون بالملاجئ ويلا. في دعوه اليوم لفصل الساحات بدل توحيد الساحات، يعني هيدي في دعوه اليوم موجوده، تعوا افصلوا الساحات
كل واحد بساحته يعمل اللي بيناسبه ولا توحدوا هذه الساحات وتاخذونا على الحرب الشاملة. إن الأمر تخطى الدعوات والإرادات والعرائض والترهات التي تقال. القوة هي القول الفصل في معارك التحرير القومي. أنطون خليل سعادة. اليوم القول للقوة، والقوة الحامية في لبنان رادعة لدرجة أنا أعتقد ومن ثقتي أن العدو القاتل لا يقوى على مواجهتها، وأنه إذا حاول أن يلعب اللعبة نفسها، لأنه حتى على حماس لا يقوى على المواجهة، هو يقتل المدنيين ويخسر بالعسكر، يقتل الأبرياء ليضغط على المقاومة. إذا حاول هذه اللعبة في لبنان لن تكون المرة الأولى، ولكن ربما بدرجة أكثر من 80% ستكون الأخيرة. نحن لسنا نعاجا، لقد بتنا شعبا مقاوما مقتدرا منتصرا، وحان الوقت أن نثق بنفسنا وبدماتنا اللي صار لها من 48 عم تروي هذه القضية. بتعتقد نهاية المطاف رح يكون في بفلسطين تبييض للسجون؟ كل من في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتم الإفراج عنهم بصفقة معينة مقابل الأسرى الإسرائيليين؟ أثبتت التجارب بكل المعارك مع العدو الإسرائيلي أنه بهب وبيقب وبيشد وبيلبط وبيخبط وبالآخر بيجي، لأنه ما رح يقدر أنه لا ينهي حماس ولا يتقدم بغزة إلا ما كل يوم تتفركش دبابتين ثلاثة ونجرب فيه، مثل ما هو بيجرب فينا أسلحة أممية عم تمدوا فيها كل الدول، نحن منجرب فيه أسلحة يدوية الصناعة إلى ما شاء الله. شكرا لك غادي فرانسيس على هذا النفس. لا تصمتوا لا تسكتوا، كفوا عن الخوف وقولوا كل شيء على كل التواصل الاجتماعي. اذا كل يوم اقنعت واحد بس انه موتنا حرام بتكون عملت شيء منيح. شكرا لك. لا طبعا ما لازم نسكت، لازم ضلنا عايشين بهذا الغضب يلي فينا وصولا الى النتيجة يلي ان شاء الله تكون على قدر الأمال بهذه المرحلة. شكرا أبو جريج، نلتقي على نصر إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.